يعني قال شي قال طيب الو غد الاخر بسم الله صبحت خدمة وخدمت على واحد الفيديو وفاش خدمت على داك الفيديو حتى البلاصه اللي كنت كنتواجد فيها يعني حتى من ما غاديش نقدر نمشي ديريكت وانما غادي نحاول نقول غير داك الشيء اللي يعني حاول انك تبارطاجي مثلا هي تصاور او ديكور ولكن بدون ديك الادمين هنا حاولت انني بحال تعصبت وكنرجع ديما للسيد اللي شجعني هو الاول هو السيد هذا الاولاني هو اللي في السيد اللي في طنجه اللي انا دابا حاليا مره كنعيط عليه في كل في كل اعياد اولا في كل شي حاجه دخل عندي الواتساب وقال واحد الكلام جميل اللي كنقول لها القناه هذه راه انت هو السز ديالها انت هو السبب في هذه القناه هذه والحمد لله لقيت واحد الاقبال زوين تشجيع زوين الناس تبارك الله دخلت عندي بزاف وكل واحد كيقول فيا واحد الكلمه زوينه اوديو درت واحد المجموعه بيني وبين السي سعيد وكنحط فيها دوك الاوديوات والله مره كيحاول هذا كندخل لهذوك الاوديوات كنصنت ليهم كنعاود ثاني كيدير هما اللي كيحفزوك باش تبقى مستمر في العمل هذا الله يرضي عليك هما اللي كيحفزوني يعني هما اللي رجعوك لهاد الدومينات يعني فيهم بدونهم هو كنت غادي تخلى على القناه بطبيعه الحال من طبيعه الحال ماشي كنت تخليت عليها اللي تخليت عليها يعني هو واش حاضر بطي فيها تمارة كبيرة ولا كسبتي داك الشيء البداية كانت صعيبة البداية كانت صعيبة سي سعيد الحمد لله دابا راه عرفتي شنو هي النتيجة اللي كاينة دابا هو أنك أنت مرتاح ومقتنع داكشي اللي كتعطي العمل ديالك اللي راضي عليه الزبون واللي راضي عليه المشاهد ومقتنع بان داكشي اللي كدير راه تيفيد من طبيعه الحال دابا شحال من واحد كيدخل عندي مثلا كيدير لا فورماسيون لراسو كيعرف هو ان المنزل ديالو شحال بي ياخذ ليه شحال بيتقام عليه يعني فاش كيجي المعلم كيحاول حتى يدوق الديكورات اللي هو اختار يعني المعلم شنو كيخصو يدير يعني كيخدم غير يديه فهمتيني ما يحاولش يدير شي حاجه من دماغو فهمت علاش يعني عنده وورد بلون ولا غادي يخدم عليه عنده كيف البلان ديالو عنده البيجي ديال الخدمه يعني كنقول له ديرها كاين الفرق مثلا ديال 1000 يعني كتختصر عليه بزاف ديال طبيعه الحال حيت علاش حيت اللي كراسي سعيد بالنسبه لينا حنا كنخدموا من دار لدار ياك ولكن راه كاين اللي داك اللي كتخدم عنده في الدار ديالو راه هو الامنيه ديالو هو هذيك الدويره الامنيه ديالو هو تكون عنده هذيك الدويره والامنيه ديالو هو انه هو يدير لها تقبس على دوقو ويدير لها الصباغه على دوقو ويدير لها الزليج على دوقو يعني داكشي اللي كيحب هو داكشي اللي كيحب يمكن شي غادي نفرض عليه اولا غادي نفرض عليه شي حاجه اللي كت مسترياني انا ولكن انت ولكن لا سالي الاذان ان شاء الله الرحمن الرحيم اي شوف معايا